رجعت طلقت اتجوز ثلاثة اللي هي معاها دي بقى البيع والشراء وكل الخير كله ليها هي، وام ايمن دي ملهاش اي قيمة عنده ولا اي كرم عنده. ده احنا ساعات كتير عيالنا تعمل حاجة يتشاقوا يغلبونا يضايقونا، نقول لهم ربنا يمرضك ربنا ياخدكوا ربنا يهديك. هي الكلمة دي، ما هي الكلمة دي بقول ربنا ياخدكم وتطلع في خشبة واحدة، ما هي دي اللي اتسجلت عند ربنا، باب السبب تبقى مفتوحة للدعوة اللي هو ربنا عايز، إنما مش عايز بيفوت. صح يا مسلم؟ ربنا عايز لو مش عايز بيفوت. أيوه 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 تبقى دعوة وتفوق، إنما مش عايز معمق. بتكلميهم؟ بقى هو ساعة ما كانوا بيجيبوا لي الحاجات بس. ساعتها بقى لما لقوا الرجل بقى رايحة وجاية وبتاع منعوا بقى يجوني دلوقتي. كان الأول معايا باستمرار بيسيبوني، أنا جاتني جلطة وجاني القلب وجاني الضغط الحمد لله، وبيشفيني هو بيشفيني، مش هي رحمته دي؟ نعم بالله. بس يعني احنا ما ندعيش على اولادنا ابدا؟ لا وان دعيتي تبقى بضحكه مش بغضب.